الله أوقاتكم من شركة فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الاثنين الموافق ل 5 أكتوبر من عام 2020. خلال تعاملات اليوم رأينا ارتفاع شهية مخاطر في الأسواق وارتفاع العقود الأجل لمؤشرات الأسهم الأمريكية وأيضا إغلاقية إيجابية لمؤشرات الأسهم الآسيوية وذلك مع آمال تعافي قريب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا وأيضا مع آمال التوصل لاتفاق قريب بشأن حزمة تحفيزية وخاصة بعد تصريحات رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي حيث أشارت بأن المفاوضات بشأن هذه الحزمة تجري على ما يرام. وبالنسبة أيضا للعقود الأجل لمؤشر داو جونز نلاحظ ارتفاعات في هذه الأثناء إلى مستويات 27830 وأيضا بالنسبة لمؤشر نازداك ارتفاعات إلى مستويات 11330. أما بالنسبة لتحركات أسعار النفط خلال تعاملات الأوروبية رأينا ارتفاعات بأكثر من 2% وذلك بعد ضغوطات كبيرة رأيناها خلال نهاية الأسبوع السابق. هذه الارتفاعات تلقت دعم بعد إضراب العمال في النرويج وذلك من شأنه أن يضعف الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب 330 مليون برميل يوميا. بالنسبة لخام نايمكس نلاحظ تراجعات في هذه الأثناء إلى مستويات 38 دولار للبرميل وخام نايمكس عند مستويات 40 دولار و20 سنت للبرميل. ولكن بشكل عام أسعار النفط ما زالت تحت الضغوطات البيعية وخاصة مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وبالتالي ضعف الطلب العالمي. ومن الناحية الفنية أيضا بالنسبة لخام نايمكس من المتوقع أن نشهد تراجعات نحو مستويات 36 دولار للبرميل من جديد. أما بالنسبة لتحركات العملات رأينا الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 93.30 والضغوطات البيعية بالنسبة للدولار الأمريكي بشكل عام قد نرى عودة وارتفاع من جديد. بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في هذه الأثناء يرتفع محاولا اختبار مستويات الدولار 29.50 وهذه الارتفاعات أيضا تأتي بعد أن اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأيضا رئيس المفوضية الأوروبية بأهمية أن يكون لدينا اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة أيضا لليورو في هذه الأثناء نلاحظ تداولات وارتفاعات إلى مستويات الدولار 17.45. وبالنسبة لأهم ما تترقبه الأسواق لجلسة اليوم لدينا مؤشر مدير المشتريات الخدمي في بريطانيا وأيضا نترقب عن الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر مدير المشتريات في القطاع الغير صناعي. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.